فصل جديد في التنافس بين شركات الأزياء الرياضية، من الصراع على رعاية نجوم الرياضة والفوز بعقود ملابس الأندية الرياضية إلى ساحة السلع الفاخرة. بداية من 7 يونيو الجاري خرجت للنور مجموعة جديدة من الأزياء تجمع بين أديداس وغوتشي العلامة الإيطالية الفاخرة، في الوقت نفسه التي تستعد فيه نايكي لإطلاق مجموعتها المشتركة مع العلامة الفرنسية الراقية لوي فيتون، بالإضافة لشركات أخرى. قطع هجينة تحمل شعارات لهويتين مختلفتين، والغرض هو ارتداء ملابس مريحة لكنها أنيقة في نفس الوقت. التعاون جاء بعد اعتياد الناس على العمل من المنازل بملابس مريحة وقت إغلاق كورونا. ومع عودة الحياة لطبيعتها لم يفقد هذا الاتجاه بريقه، فكانت الشراكة معادلة مثالية تخدم جميع الأطراف. الظاهرة بالأرقام مع لميس. الشراكة الرياضية تضيف رفاهية أكبر على اسمها، والعلامات الفاخرة تجذب سوقاً أوسع، والجمهور يرتدون ملابس رياضية فاخرة، أي أن الجميع رابح في الشراكة الجديدة. قيمة سوق الأزياء الرياضية العالمية بلغت أكثر من 306 مليارات دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى أكثر من 662 مليار دولار بحلول عام 2030، وربما تلك إحدى مزايا الشراكة مع دور الأزياء العالمية. لكن التعاون الجديد بين غوتشي وأديداس أثار الانتقادات بعد طرح المجموعة، مثلا يبلغ سعر زوج واحد من جوارب القطن العادية 245 دولارا. ورغم التأثر بتجديد قواعد كورونا في الصين منذ مارس، سجلت غوتشي ارتفاعا في إيرادات الربع الأول في العام، وبلغت عائداتها ملياري 591 مليون يورو. أما ديور ولوي فيتون فسجلت زيادة بنسبة 30% في مبيعات الربع الأول من العام، متخطية توقعات المحللين البالغة 17% فقط. على كل، في الاستوديو تنضم إلينا الإعلامية الاقتصادية سمر ماشتا. سمر، يسعد صباحك. يعني موضوع فعلا يعني يبدو غريب، يعني ما الهدف من دمج الماركات العالمية والبراندات العالمية مع الألبسة الرياضية؟ بداية مثل ما قلنا في المقدمة أنه انتقلت المنافسة بين براندات الرياضية وخصوصا أديداس ونايكي، اللي هي دائما تتنافس مع بعض على رعاية الفرق الرياضية، إلى أرض معركة جديدة وهي الماركات العالمية. ما الهدف من هذه الشراكة؟ بالتأكيد مثل ما قلنا هي معادلة مثالية الطرفين مستفاد منها. أول شيء بعد إغلاقات كورونا واعتياد الناس على ارتداء الملابس المريحة، ظل هذا الترند ماشي، وصار حتى بطبيعة العمل صار يعني less formal، أقل رسمية. بعدين وصلوا لشريحة جديدة من الأشخاص. يعني أنا تفاجأت، يعني مثلا ابني عمره 13 سنة، هو مو انتو براند، يعني ما تهم البراند، وبالعكس ينتقدني دائما لما أشتري شيء غالي مثلا غوتشي. بس البارحة جا أقول لي شفتي الكاسكيت القبعة الجديدة اللي هي من غوتشي وأديداس، شفتي التيشيرت الجديد. فأوبيسلي تفاجأت أنا وصلوا لشريحة أصغر، اللي هي شريحة المراهقين. غوتشي وصلت لشريحة أصغر، وبنفس الوقت أديداس وصلت لشريحة أكبر، اللي هي شريحة اللي يعني جيل العشرينات والثلاثينات خلينا نقول. طيب سمر، هاي القطع الهجينة اللي احنا كيف سميناها، اليوم أنا إذا بدي أروح على المول مثلا، واحد بده يدخل على هالمحل حيشوف هاي القطعة بأديداس ولا بغوتشي ولا لا؟ بمحل أديداس الفعلي لا تجدينها، تجدينها بمحلات غوتشي، تجدينها أونلاين لغوتشي، وتجدينها بآب أو تطبيق خاص أديداس كونفيرمد آب. هذا هناك تبعي، بس بمحلات أديداس لا تجدينها. بس بما أنه ذكرنا المحل، يعني المرة الماضية أعتقد قد أعطتهم دفعة لهذه لشركة أديداس لرفع الأسعار أو لإعطائها مثل تاتش لكجري، يعني سلع فاخرة. دخلت على أديداس ما في شيء أقل من 150 دولار، يعني كنت أريد حذاء للجيم، ما في شيء أقل من 150 دولار هاي قبل إطلاق الهاي. قلت لها للبائعة أنا وين فايتة على غوتشي؟
صح؟ صدفة يعني ما حققت النمو. وبعدين هسه قالت لي اذا تريدين اشياء برينج ال 100 دولار او اقل لازم تروحين على الاوتلت، يعني ما تلاقي هذه الاسعار بعد بمحلات اديداس. طيب الماركات اللي هلا الدمج بين الماركات الفاخره والماركات الرياضيه هل يرفع الاسعار يا سمر اكثر؟ والله انا كنت مفكره انه راح تكون ارخص، يعني لانه مثلا يجوز ماتيريال مختلفه او شيء سبورتسي اكثر، بس البارحه قارنت الاسعار، ما اعرف اذا راح تطلع لنا صوره في اللي هي الحقيبه اللي عملوها هي الهورس بيت 1955 ميني باج تبعت جوتشي. سو بجوتشي العاديه اللي بدون بدون اللوجو تبع اديداس هي ب 11800 ريال او درهم، بس اللي هي مع اللوجو تبع اديداس ب 11630 درهم، فما فرق السعر يعني 100 درهم او اكثر. فما فرقت الاسعار، وحاولت اشوف اسعار منتجات اخرى، لا يعني مثل ما شفنا الجورابه ب 250 دولار. هذه الحاله من المستفيد يا سمر، اللبسه الرياضيه ولا البراندات الفاخره؟ اثنيناتهم مستفيد. بيرفكت مارج، يعني زواج مثالي. واو. طب انا بس كمان بدي اربط بين كل المعطيات اللي عم تقولي لنا اياها ومعطياتك الشخصيه، يعني انت من الناس اللي كنتي عم تحكي لي امبارح وراء الكواليس انك رايحه على سوق الذهب، اليوم عم تقولي لنا انا غيرت رايي تماما، ليه وهل هذا له علاقه باللي عم نحكيه؟ هلا هو صراحه احنا كنا متفقين نروح على سوق الذهب، بس لا هو المفروض يعني اليوم او بكره بالليل يطلع قرار رفع الفائده مره اخرى من البنك الفيدرالي الامريكي، فراح ينزل الذهب مره اخرى، فقلنا نستنى للاسبوع الاسبوع الجاي ان شاء الله نسوي لنا مشوار ان شاء الله. فيدينا دائما. شكرا سمر الماشطه الاقتصاديه. شكرا يا سمر. الذهب بده ذهب.